السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا اليوم لما نسأل بموضوعة الزراعة في محافظة النجف الأشرف أو محافظة الديوانية عموم الفرات الأوسط، يجي اليوم حتى إذا كان الشخص مو عراقي يذكر موضوع الشلب، الرز اللي مشتهرة به هذه المنطقة الجغرافية بالعراق وخاصة العنبر. ولكن للأسف السنوات القليلة الماضية كانت سنوات عجاف بموضوع هذا المحصول اللي أثر اليوم تأثير مباشر على اقتصاديات الفلاحي في الفرات الأوسط، اللي للأسف عانوا ناجدة وطالبوا بتعويضات. واللي حقيقة الأيام الماضية كان هناك اجتماع في وزارة الزراعة الأسبوع الماضي وأقر تعويضات فلاحي الشلب، اللي حقيقة فتحت باب آخر على وزارة الزراعة وعلى الحكومة العراقية على قطاعات الزراعة الأخرى المختلفة اللي أيضا طالبوا بتعويضات. وإذا كانت هذه التعويضات مشروعة أنا أشوفها من حقهم، لأن أكيد مثل ما اليوم نعطي حق أصحاب الشلب يجب أن نعطي حق أصحاب القطاعات الزراعية الأخرى. ولكن اليوم حلقتنا مخصصيها على هذه الزراعة المهمة جدا، هذا الإرث التاريخي الثقافي الحضاري اللي موجود بهاي المنطقة منذ عشرات السنوات بل مئات السنوات، اللي للأسف يوم بعد يوم نشوف اندثار كبير بسبب الشح المستمر بالمياه وقلة الحصص المائية الواردة للعراق وخاصة نهر الفرات. طبعا راح نتكلم مع هذا الموضوع مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة الأستاذ محمد الخزاعي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. أستاذ محمد تسمعني؟ إلا ما يجهز أستاذ محمد نكمل يوم بداية وموضوع حلقتنا اللي للأسف تراجع كبير جدا. عام 2019 انتعشت زراعة الشلب بالمحافظات العراقية، ولكن للأسف التراجع بدأ من عام 2020 إلى اليوم، سنة بعد سنة هناك تقليص بهذه الأراضي اللي ممكن تفقد هويتها الزراعية وهوية الشلب. خلينا نشاهد هذا الفيديو اللي فيه تقرير وأرقام حول هذا الموضوع وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين وشفنا الأرقام اللي حقيقة ظهرت واللي الأخبار الأخيرة بموضوع زراعة الشلب اللي أعلن عنها وزير الزراعة شخصيا الأستاذ عباس المالكي عن توفر موضوع التعويضات وحال وصولها إلى وزارة المالية. طبعا اليوم نتكلم بموضوع التعويضات، اليوم هو حق مشروع اليوم على الحكومة العراقية على وزارة الزراعة على وزارة الموارد المائية توفير المناخ المناسب للزراعة، توفير مياه، توفير أسمدة، توفير الأمور الأخرى اللوجستية الداعمة إلى الفلاح العراقي. لما يكون أكو نقص بهذه الأمور وبهذه الشروط
ومن قبل الوزارات المتخصصة. اليوم على الحكومة العراقية توفير تعويضات مباشرة إلى الفلاحين. طبعا عودة إلى ضيفنا من محافظة النجف الأشرف الأستاذ محمد الخزاعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة. أهلا بيك أستاذ محمد. حياكم الله أستاذ ظفر ومشاهدي قناتكم قناة الأيام، حياكم الله. ربي يخليك أستاذ محمد. تعرف اليوم صار اجتماع بالأسبوع الماضي في وزارة الزراعة، وسيادة الوزير وعد بموضوعة التعويضات، وهناك صار تفاؤل لدى مزارعي الشلب خاصة بمحافظة النجف الأشرف والديوانية. أريد نعرف تفاصيل هذا القرار وشو كنت توصل لهم التعويضات، إذا عندك معلومات حول هذا الموضوع. يعني قبل سوالعات كان هنالك خبر تم فيه إعلام وإعلام جميع الأخوة المزارعين والفلاحين، نعم، بإعاز السيد الوزير بإطلاق الأموال الخاصة بتعويضات الشلب البالغة 136 مليار دينار، نعم، لمديريات الزراعة ليتم توزيع هذه الأموال خلال هذا الأسبوع عن طريق الشعب الزراعية الموجودة في محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى، وهي إن شاء الله بشرى للفلاح والمزارع بأن هذه التعويضات التي وعد بها الوزير قد وفى بوعده، وتم إطلاق هذه الأموال بعد أن قامت وزارة المالية بتحويلها إلى حسابات وزارة الزراعة. وفي نفس اليوم اللي تم فيه تحويل هذه الأموال إلى وزارتنا أوعز السيد الوزير وعلى وجه السرعة بتحويل هذه المبالغ إلى المديريات، مديريات الزراعة، نعم، في المحافظات المشمولة بالتعويض، وهي محافظات النجف الأشرف والديوانية والمثنى. نعم أستاذ محمد، أريد أعرف يعني موضوع اليوم، تعرف أنه موضوع العنبر والشلب ما يخص فقط محافظة النجف الأشرف أو الديوانية أو المثنى، يهم اليوم شرائح المجتمع العراقي اللي يفتخرون بهذه الزراعة، صح، متركزة بهذه المحافظات. أريد أدي يعني استفسار أو تقدر تسميه اليوم فضول، أنه بزمن الوفرة المائية إيش قد كنا نزرع، وحاليا بعد شح المياه إيش قد نزرع؟ يعني حتى المواطن، حتى المزارع، حتى الفلاح يعرف حراجتنا في ما يتعلق بالوضع المائي. نعم. الأراضي الصالحة لزراعة الشلب في محافظتين النجف الأشرف والديوانية لوحدها هي أكثر من 320 ألف دونم. ما تم تخصيصه لزراعة الشلب هذا الموسم في محافظتين النجف الأشرف والديوانية 5000 دونم فقط، وهي للمحافظة على بذور هذا المحصول لإمكانية استزراعها في الموسم القادم إن شاء الله، إذا ما تم تحسين أو تحسن الوضع المائي في العراق الذي يعتمد وإلى درجة كبيرة على التزام تركيا بما عليها من واجبات فيما يتعلق بتضمين وضمان حقوقنا المائية في نهري دجلة والفرات. هل يعني تتوقعون ان الموسم القادم راح نقدر نستطيع انه ولو زراعة 50,000 دونم؟ يعني هذا الامر يعتمد على عدة معطيات، نعم، ان كان معطيات داخلية ومعطيات خارجية. ما يتعلق بالمعطيات الخارجية اللي هي الاهم طبعا، اللي هي معطيات المفروض تكون مضمونة، نعم، هي حصصنا المائية في نهري دجلة والفرات، والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية التركي أعلن فيها التزام بلاده بإطلاق 500 متر مكعب من المياه في الثانية في دجلة وفي الفرات، لكن الالتزام كان لمجرد أيام قليلة فقط، نعم، وعادت الإطلاقات المائية إلى سابق عهدها، بل أقل من ذلك إذ وصلت إلى أكثر بقليل من 200 متر مكعب في الثانية. حراجة الوضع، نعم، المائي سببه الأول والأخير هي مشاكلنا مع الجارة تركيا فيما يتعلق بحقوقنا في مياه هذين النهرين. لذلك الوضع الزراعي هو واحد من أكثر القطاعات تأثرا بالشح المائية، بالمشاكل اللي موجودة مع دول الجوار، دول المنبع،
وبالتالي نحن ندفع الضريبة الأكبر، وما يدفعه العراق أيضا نتيجة لذلك من أمنه الغذائي. نعرف أن الشليب أو الرز هو المحصول الاستراتيجي الأهم، نعم محصول الحنطة اللي تعتمد عليه كل بلدان العالم فيما يتعلق بتأمين أمنها الغذائي. وبالتالي حينما يكون الموسم الخاص بزراعة الشليب الموسم الصيفي تختصر به المساحات الزراعية إلى 5000 دونم لمحافظتين فقط، فمعناه أن آلاف المزارعين والفلاحين آلاف العوائل قد فقدت مصدر رزقها الوحيد، خاصة إذا ما عرفنا أن محافظة مثل محافظة الديوانية أكثر من 70% من الأيدي العاملة تعتمد على الزراعة كمصدر وحيد وليس أساسي، أي لا تملك مصدر رزق آخر. وبالتالي سنعرف حينها حجم الضرر الذي أصيب به القطاع الزراعي، وأيضا المشاكل الأمنية، مشاكل النزوح إلى المحافظات، ترك الأراضي، إصابته بالبوار، الكثير من الخسائر التي لا يمكن أن تعوض إذا ما استمر الوضع المائي العراقي بهذه الصورة. نعم طبعا أحبة المشاهدين، أكيد مكملين حلقتنا لهذا اليوم، عندنا فيديو مصدر إعلام وزارة الزراعة وتقرير حول زراعة الشلب في محافظات الفرات الأوسط. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. تزداد التحديات البيئية التي تواجه زراعة محصول الشلب في ظل التغيرات المناخية وشحة المياه التي أثرت بشكل ملموس على واقع زراعة المحصول في المحافظات الشلبية. ولمواجهة ظروف الجفاف اتخذت وزارة الزراعة العديد من الإجراءات الكفيلة لدعم الأخوة فلاحي ومزارعي الشلب لضمان ديمومة زراعة الأصناف الجيدة ذات الإنتاجية العالية. يعتبر محصول الشلب من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في العراق، ويعتبر المحصول الثاني، وفي بعض الدول في بعض يعتبر المحصول الأول كما في دول شرق جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية، وكونه من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه وبسبب الشحة المائية قررت وزارة الزراعة تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول واختصاص الزراعة بالأصناف النادرة خاصة صنف العنبر للحفاظ عليه وعدم انقراضه، على أمل أن تزرع كامل المساحة في الأعوام القادمة إذا توفرت المياه اللازمة للري. وبالتالي بسبب شحة المياه الواردة إلينا من دول الجوار قامت وزارة الزراعة بتقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول لغرض الحفاظ على الصنف، وخاصة صنف العنبر كونه من الأصناف النادرة والفريدة عالميا. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين، طبعا ينضم لنا الشيخ حاتم الدفاعي عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، الله يخليك. في قضاء المدان لازم نذكر مدينة مو؟ أي طبعا في قضاء المدان، تحياتنا لأهل المدان. تكلمنا مع الأستاذ محمد الخزاعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، وخبر حصري عبر قناة الأيام الفضائية أنه قبل ساعات أقرت التعويضات رسميا لمزارعي الشلب، وستوزع الأموال على مدراء الزراعة أو مديريات الزراعة في المحافظات الثلاثة المختصة بزراعة الشلب المثنى الديوانية النجف الأشرف، وتوزع هذا الأسبوع مباشرة إلى الفلاحين. فشيء جيد وخبر مفرح. أكيد. نعم. اليوم كاتحاد جمعيات فلاحية وإذا تشاهدون بعينكم أن اليوم زراعة مهمة مثل الشلب في محافظات مهمة مثل محافظات الفرات الأوسط، للأسف بسبب الشح المائي تشوفها قاعد تندثر هذه الزراعة. عندكم تحركات اليوم؟ أكو طريقة لزراعة الشلب غير هذه الطريقة اللي نصرف بيها مياه هواي؟
شكرا جزيلا على الاستضافة، والشكر موصول إلى ضيفكم الكريم العزيز أستاذ محمد المحترم المتحدث باسم وزارة الزراعة. حقيقة المعاناة بالدرجة الأساس هي معاناة عامة، ومعاناة مزارعي الشلب معاناة خاصة. لأن مزارعي الشلب بالدرجة الأساس يعتمدون على المياه المروية، يعني مياه الأمطار لا تنفع، لازم وغمر، يجب أن تكون الأراضي مغمورة بالمياه، ويجب أن تكون هناك حصة مائية واضحة من قبل وزارة الموارد المائية، وخطة زراعية أيضا واضحة من قبل وزارة الزراعة، حتى يقدر الفلاح يتحرك ضمن هذه الخطة. تعرف أنت موسم زراعة الشلب تبدي تقريبا من الشهر السادس 7-6 وتنتهي في 17-7، وجني المحصول يكون في الشهر العاشر. نعم. يعني مدة النبات مغمور في المياه من 120 يوم إلى 160 يوم. إذن من العوامل الرئيسية وتكون العامل الوحيد هو لإنجاح الشلب أن توفر توفر الموارد المائية، يعني توفر الموارد المائية. إشقد المدة لازم ينغمر بها؟ بالضبط ينغمر من 120 يوم إلى 160 يوم، يعني لازم ضروري. نعم هو هذا حق، يعني هذا زراعة الشلب أنه يكون مغمور في المياه. إذا يعني كتحصيل حاصل، ويعرف جنابك الكريم أستاذ ظفر، أنت بالعراق أنت عندك بالأساس شحة مياه. صح. بالأساس أنت الآن تمر في أزمة مياه، يعني بالأساس أنت عندك مياه قليلة، يعني لا تكفي للمزروعات اللي موسمية. نعم. الأخرى ما تحتاج اللي أيضا مياه اللي أيضا هي تستفاد. لا يمكن زراعة الشلب على مياه الأمطار، ولا يمكن زراعة الشلب على مياه الآبار، فقط. نعم. يعتمد على الأراضي، على الري السيحي، ويجب أن يكون المي يعني متوقف في المحصول، ويبزلونه حسب المدة اللي قلنا هي من 120 يوم إلى 160 يوم. إذن بالدرجة الأساس الفلاح المزارع الذي يمتهن زراعة الشلب هو رقم واحد الضرر من أزمة التي يمر بها العراق. تعرف يعني صح. احنا على سبيل المثال، احنا انا مو مزارع شلب بالمناسبة. نعم. يعني قضاء المدار تعرف اكيد ما به شلب، كانوا هن قبل يزرعون وفرة مائية، مساحات قليلة. نعم. ولكن هو ينتشر في محافظات الفرات الأوسط، وبالذات في محافظة نجف المشخاب، وفي الديوانية الشامية والصلاحية والمهناوية. نعم. وأيضا يمتر إلى ذي قار والمثنى. المثنى كان عندهم خطة زراعة 10,000 دونم. نعم. الخطة الزراعية يعني كانت السابقة قبل ما يحصل موسم الصهيود كانت 350,000 دونم. هل تعلم أن الخطة قلصت إلى 10,000 دونم؟ يعني شوف النسبة والتناسب أستاذ ظفر، يعني هذه 5,000 الشلب. إيه، وتفضل الأستاذ الناطق 5,000. فنحن يعني يزرعون فقط للمحافظة على النوع الشلب اللي هو العنبر. زين إيه؟ فرضا بما أن أريد استثمر خبرتك الزراعية، الأراضي الزراعية الأخرى اللي ما راح تنزرع بالشلب، هاي مستقبلا ما راح تفقد خواصها؟ لا أستاذ ظفر، إحنا عادة المناطق الوسط والجنوب عندما يتم حصاد الشلب يتم زراعة أو نثر محصول الحنطة، يعني مباشرة يستفادون من رطوبة التربة في محصول الحنطة، ويكون محصول غزير أيضا. جيد. لأنه الأرض من تزرع الشلب يطلعها هي سماد كيميائي، بالإضافة إلى أنه الماء راكد فيكثر كل الأدغال، فتكون الحنطة يعني أولا نظيفة. نعم. وثانيا هي حنطة جيدة يعني بسبب خصوبة التربة بعد حصاد الشلب من عندها. نعم. احنا يعني كاتحاد عام جمعيات الاحياء حقيقه الفروع والمحليات يعني نريد نوصل. طبعا بالمناسبه يعني اشكر الاستاذ على هذه البشرى، ونشكر معالي الوزير. نعم. وشكر موصول ايضا الى رئاسه الوزراء اللي اعطونا هذه اليوم اطلاق التعويضات. احنا نريد ننقل معاناة الفلاحين بصورة عامة، ومعاناة مزارعي الشلب بصورة خاصة. نعم. يعني عوائل سحقت استاذ ظفر. صحيح. في المناطق المتخصصة في زراعة الشلب في مناطق الوسط والجنوب، يعني تعرف في الديوانية يعني هم كانت خطتهم 158,000 دونم، قلصت الى 2500 دونم. 6,000 عائلة هذا اللي خرجناهم،
هذول وين تعويضات في الحال؟ نعم. التعويضات عندما شيء مؤقت، ولكن أريد أسأل الأستاذ محمد على نعرف طريقة توزيع. نرجع مع الأستاذ محمد الخزاعي. أستاذ محمد، اليوم كيف شنو هي طريقة توزيع التعويضات؟ هل هي على مساحة الأرض مثلاً؟ لو أنه إيش قد كان ينتج هذا الفلاح نعطيه تعويض، شلون يعني حيكون الحسبة؟ يعني سابقا شكلت لجان مختصة في مديريات الزراعة عن طريق الشعب الموجودة في كل منطقة. نعم. كل فلاح حسب مساحة الأرض رفعت هذه الأسماء إلى وزارة الزراعة، ومن ثم إلى وزارة المالية. وزارة المالية طلبت بتحديث هذه الأسماء وأيضا مصادقة السيد الوزير. يعني السيد الوزير أيضا تفاعل مع هذه المطالب، وتم القيام بما طالبت به وزارة المالية، وتم تصديق هذه الأسماء وإرسال مرة أخرى إلى وزارة المالية، اللي على ضوءها وبناء على الزيارة التي قام بها السيد الوزير إلى سيد دولة رئيس الوزراء المهندس محمد الشاع السوداني، والتوجيه المباشر للسيدة وزيرة المالية، تم تضمين هذه الأموال وتحويلها إلى الوزارة اليوم. ومثل ما قلت أن السيد الوزير وعلى وجه السرعة وجه بتحويل هذه الأموال إلى المديريات المختصة في المحافظات الثلاث، النجف الأشرف والدوانية والسماوة أو المثنى، لسرعة توزيعها على الفلاحين والمزارعين اللي ضرروا. مثل ما قلت أن هذه الأسماء قد أعدت عن طريق لجان فنية متخصصة في أوقات سابقة، وحسب استحقاق كل فلاح، وستصل أيضا ضمن هذه القوائم مستحقات الفلاحين المالية. نعم. إن شاء الله خلال هذا الأسبوع، نهاية هذا الأسبوع أو بداية من الأسبوع القادم، المهم خلال أيام قليلة سيستلم الفلاح مستحقات المالية. وددت أن أوضح نقطة أخرى فيما يتعلق بتعويضات الأمطار والسيول وأيضا مربي الأسماك. ممتاز. هذه الأموال أيضا حدث فيها انفراجة كبيرة، يعني صار بها اتفاق مع وزارة المالية، وإن شاء الله خلال الأيام القادمة سيتم إطلاق هذه الأموال نفس الطريقة إلى وزارة الزراعة، التي ستقوم بتحويل هذه الأموال إلى الجهات المسؤولة لتوزيعها على المتضررين من الأمطار والسيول وأيضا مربي الأسماك. والمبالغ يعني مربي الأسماك 16 مليار دينار، ومتضرري الأمطار والسيول أكثر من 230 مليار دينار أيضا بالحدود هاي. إن شاء الله خلال الأيام القادمة ستصل هذه الأموال إلى مستحقيها، وأعود وأقول أن هذا كان نتيجة لجهود بذلت في وزارة الزراعة، وأيضا جهود خاصة للسيد الوزير، وتفاعل السيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ممثلة بوزيرة المالية السيدة طيب سامي. كل هذه الجهود أثمرت عن إطلاق هذه الأموال إلى المستحقين. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هنالك اهتمام. نعم، إن شاء الله تضبط الصورة مع الأستاذ محمد الخزاعي. طبعا أحبت المشاهدين، كاميرا قناة الأيام الفضائية كانت موجودة في مقر وزارة الزراعة الأسبوع الماضي، والوزير تحدث على موضوع التعويضات. خلينا نشاهد هذا الفيديو راجع. زارنا اليوم الأخوة من ثلاث محافظات من الجمعيات الفلاحية بحضور مدراء الزراعة أيضا في المحافظات الثلاث، اللي هي محافظة النجف الأشرف ومحافظة الديوانية والسماوة. وهذا الوفد جاء إلى الوزارة من أجل المطالبة وما جرى من إجراءات بخصوص الموسم، التعويضات لموسم زراعي ماضي، واللي هي مبالغها بحدود 136 مليار دينار. كل الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة ابتداء من تصويتنا في مجلس الوزراء على مبلغ التعويضات اللي هو 136 مليار، وكذلك تعويضات الأمطار اللي هي بحدود 215 مليار تم التصويت عليها في مجلس الوزراء، تابعناها متابعة حثيثة حتى تم التصويت عليها، لأن كان ماضي عليها
أكثر من 3-4 سنوات لكل موسم من هذه المواسم الموجودة، وذهبت إلى مجلس النواب، وبفعل المتابعة أيضا مع اللجنة المالية والأخوة مشكورين أعضاء مجلس النواب، أيضا تم التصويت على هذه المبالغ، مبالغ تعويضات الشلب اللي هي 136 مليار، ومبالغ تعويضات الأمطار اللي هي 215 مليار. بعد التصويت عليها صارت واجبة التنفيذ من قبل الحكومة، رجعت إلى وزارة المالية بعد التصويت. وزارة المالية بعد المتابعة المستمرة من قبل السيد الوكيل الإداري والسيدة مدير عام الإدارية والمالية، كانت وزارة المالية تنتظر إكمال التعليمات، وإحنا أيضاً نتابع يومياً من خلال الأخوة اللي ذكرتهم قبل قليل اللي هم أعلى درجات الوزارة الإدارية إلى أن صدرت تعليمات وزارة المالية. بعد وصول التعليمات كان واجب على وزارة المالية أن هذه الأموال تصل إلى وزارة الزراعة، وبالفعل مخاطباتنا المستمرة أوعزوا إلى أنه يجب أن نرسل من جديد المحاضر للتعويضات مصدقة من قبل مدير عام الإدارية والمالية ومن قبل التدقيق ومصادقة من السيد الوزير، وأرسلنا هذا المحاضر من جديد إلى وزارة المالية. وزارة المالية أطلقت حقيقة أنه هذه المبالغ بها نقص بحدود 18 مليار دينار، لأنه تم تخفيض مبالغ التعويضات الإجمالية في الموازنة، وأيضا إحنا قلنا هذه ما تشمل هذا المبلغ، لأن هذا المبلغ لأشخاص ولناس مزارعين وفلاحين ومحسوبة، يعني ما ممكن ننزل من عندها أي مبلغ. وأيضا واصلنا مع وزارة المالية أن المبلغ يجب أن يطلق بالكامل اللي هو 136 مليار، وكل المتطلبات اللي رادتها وزارة المالية من الأسماء للمتضررين رادوا جدول تفصيلي ببرنامج الأكسل باسم المتضرر والمبلغ والكمية، كمية التعويض أيضا أكملناها وبجداول وأرسلت إلى وزارة المالية. إحنا بانتظار أن تطلق هذه المبالغ حتى نبدأ بتوزيعها، وشكلنا اللجان في المحافظات، اللجان اللي موجودة برئاسة رئيس الوحدة الإدارية ومسؤول الشعب الزراعية وممثل وزارة الموارد والجمعيات الفلاحية وممثل مالي، هذه اللجان أيضا مشكلة اللي ننتظر فقط وصول الأموال من وزارة المالية حتى نبدأ بتوزيعها. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. يعني أيضا أنه كلام وزارة الزراعة معالي السيد الوزير، معالي السيد الوزير يعني شخصيا نتكلم بموضوع التعويضات. اليوم كفلاح عراقي، كفلاحين عراقيين، كاتحاد جمعيات فلاحية، عندكم أيضا قطاعات أخرى تريد تعويض؟ يعني أنا حسب علمي الأسماك يريدون، الدواجن جت فترة انضربت عندهم حقولهم يريدون، جماعة السيول والأمطار أيضا حقهم يريدون، كثير من القطاعات الزراعية تضررت. أستاذ ظفر، القطاع الزراعي عندما يمنح خطة زراعية ويبلغ من قبل الدوائر الرسمية في وزارة الزراعة اللي هي المديريات والشعب الزراعية، ويعني يعتمد الفلاح على ما أقرته له وزارة الزراعة اللي هي كانت بالاتفاق مع وزارة الموارد المائية، يعني هذه حصة مائية متوفرة لك يا فلاح، ازرع المساحة اللي احنا حددنا لك اياها، ويقوم الفلاح بصرف كل مستلزمات الزراعة من حراثة وتهيئة بذور وأسمدة إلى غير ذلك، ولكن لا تصل له الحصة المائية المقررة. هنا يتوجب على الحكومة بتعويض الفلاح عن هذه الأضرار التي تسببت له بسبب شحة المياه، يعني لم تكن هناك أرقام دقيقة في هذا الجانب، ولذلك أغلب الفلاحين يطالبون بالتعويضات عندما تكون لديهم خطة زراعية رسمية. يعني اللي لديه زراعة خارج الخطة هذا لا يستطيع أن يطالب، المتجاوز لا يستطيع أن يطالب بالتعويضات. وكذلك يعني نحن لدينا في الجانب الزراعي ظروف قاهرة، يعني عن إرادة الفلاح اللي هي السيول والأمطار والفيضانات، ايضا يعني كل دول العالم هذا يعني أكيد. قانون عالمي ايضا يعوض الفلاح عن
هذه الأضرار. فهي يعني بصورة طبيعية وبصورة عامة الدولة تعوض الفلاح عن الأضرار التي تصيبه أما من طريقة الكوارث الطبيعية أو نعم. نتيجة الخطة الزراعية اللي ارتيناها هي وما وفرنا لمياه. نعم جيد. أنتقل للأستاذ محمد الخزائي. أستاذ محمد أنا ممكن عذرا راح أبتعد عن الموضوع الرئيسي ولكن ظهر تصريح قبل ساعات لحضرتك مع أحد القنوات الفضائية الزميلة أنه قلت أنه وزير الزراعة سيد الكيد المحترم لأول مرة وزير زراعي يقيل 6 مدراء عامين بفترة بسيطة وفترة زمنية بسيطة. نقدر نعرف اليوم أسباب هذه الإقالات؟ هل هناك تقصير واضح؟ هل هناك مثلا تجديد دماء في الوزارة؟ يعني كل هذه الأسباب يضاف إلها تفعيل العمل الإداري، تنشيطه، بث الروح فيه من جديد، خاصة وأن الكثير منهم بقوا في مناصبهم لمدة طويلة جدا. نعم. وكان محور الحديث هو حول القرار الإداري وقوة القرار الإداري وأهمية تفعيل العمل الإداري في الوزارات لأولا تنشيطه وتفعيله، وأيضا إذا كانت هنالك شبهات أو حالات مكافحة فساد فهذا يحسب للسيد الوزير أنه في خلال فترة بسيطة لم تتعدى 6 أو 7 أشهر من عمر استيزاره أن يقوم بتغيير هذا العدد الكبير من المدراء العامين وأيضا تدوير الباقي، يعني 6 مدراء عامين أيضا دويروا إلى عناوين أخرى هي أقرب إلى تخصصاتهم الأصلية. هذا كله يحسب حينما نقول أن السيد وزير الزراعة في ظل كل هذه الظروف والخطط الزراعية ومشاكل وزارة الزراعة، تعرف اليوم وزارة الزراعة مسؤولة عن القطاع الزراعي من شمال العراق حتى الجنوب، يعني حتى ما يتعلق بإقليم كردستان محافظاته بالرغم من وجود وزارة في الإقليم خاصة بالزراعة والموارد المائية. أنتم لاحظتوا الأعداد الكبيرة من الفلاحين والمزارعين، فلاحي ومزارعي الإقليم قد توافدوا إلى وزارة الزراعة الأم والتقوا بالسيد الوزير لنقل شكاويهم معاناتهم ما يحتاجونه مطالبهم من الوزارة الأم، وهذا يحسب لوزارة الزراعة الاتحادية ويحسب للسيد الوزير أنه جعل من وزارة الزراعة وزارة ضامة وجامعة لكل أطياف أبناء الشعب العراقي من المزارعين والفلاحين. هذا تغيير كبير غير مسبوق في عمل الوزارة، وأيضا ما قام به في أصل الموضوع بتبديل 6 مدراء عامين هذا أيضا احنا نعرف طبيعة العمل الإداري وصعوبته وصعوبة إحداث تغيير معين. ما قام به السيد الوزير قصدي خلال هذه المدة القصيرة من عمر استيزاره يعد كبيرا جدا على وزير يدير وزارة صعبة جدا بها الكثير من المشاكل مثل وزارة الزراعة. نعم طبعا احبت المشاهدين الان ننتقل. عندنا كان بعض اللقاءات في مقر وزارة الزراعة من اعضاء اتحاد جمعيات فلاحين من مدراء كبار في وزارة الزراعة يتكلمون عن الوضع الزراعي عموما وموضوع التعويضات خاصة. خلينا نشاهد هاي اللقاءات وراجع. اليوم كان عندنا لقاء مع اتحاد الجمعيات الفلاحيه ومدراء الزراعه في المحافظات المشموله بالتعويضات الشلب، وخاصه هذه من اولويات الوزاره خلال هذه الفتره هي تزيد كامل مستحقات المزارعين من التعويضات وتصفير هذا الملف بالكامل. تم اقرار هذه التعويضات الشلب في مجلس الوزراء وايضا في مجلس النواب، وحاليا ننتظر فقط التخصيصات الماليه للتعويضات من قبل وزاره الماليه لاطلاقها للمستحقين من التعويضات. طالبنا المحافظات بتشكيل لجان لغرض صرف المستحقات حال ورودها من وزاره الماليه. بالنسبه لنتائج هذا الاجتماع هذا اليوم هي المطالب بصرف المبالغ الخاصة لتعويضات محصول الشلب وتعويضات السيول والأنطاب بالنسبة لعموم محافظات القطاع، وتم وصول كتاب التمويل من وزارة المالية ولحد الآن لم يتم إطلاق الأموال
من قبل وزارة المالية، فمن مناشدتنا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق هذه المبالغ، كون الفلاح العراقي بأمس الحاجة لهذه المبالغ، كونها مبالغ قديمة لتعود لسنوات 2019-2018، فالفلاح العراقي بأمس الحاجة لهذه المبالغ، كونها القوت والقوت الوحيد لعائلته لكي يعيش حياة كريمة مثل بقية أفهاد الشعب. نشكر معالي الوزير على الإيضاحات التي أضحها، لأنه المتضررين فلاحين وزارعين ينتظرون مبالغهم اللي تعوضت، والتعويض تام فعلا، وهسه تحولت العملية من وزارة المالية. احنا نطالب وزارة المالية برصد المبلغ إلى وزارة الزراعة كي يستلم ويستلم المتضررين. نبقى مسألة نطالب بها وزارة سيد معالي دولة رئيس الوزراء بعملية الضغط على وزارة المالية كي تطلق المبلغ إلى وزارة الزراعة ليوصل إلى المتضررين، وبارك الله بالجميع. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. شيخ حاتم، أكو فكرة اليوم مثلا أنه كل القطاعات الزراعية الأخرى، حنطة، شعير، بستنة، هاي الأمور كلها زراعة الخضروات وغير، لازم الدول ليش ما يتحولون إلى السق الحديث، تنقيط وغيرها، الرش، على مود تبقى كمية مائية على مود الشلب، لأن الشلب ما له حل إلا مياه هواية وغمر. ليش اليوم الاتحاد ما يفكر بهذا الموضوع مع وزارة الزراعة؟ ليش التحول إلى السق الحديث أنا أشوفه خطوات بطيئة؟ شكراً أستاذ ظفر. هذا الموضوع جنابك الكريم يمكن تطرقنا له في لقاء سابق. وزارة الزراعة لديها خطة شاملة في هذا الموضوع، وهي خطة معدة أساساً يعني من الحكومة العراقية ضمن البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء. والآن التوجه بل بدأ العمل بتصنيع المرشات الحديثة و من ضمن دوائر يعني في التصنيع يعني موجوده في نعم. وزاره الصناعه تقود المعادن، بالاضافه الى التنسيق شركة النعمان وغيرها. نعم. التنسيق المباشر ما بين وزاره الزراعه ومديريات وزاره الزراعه والدوائر المعنيه في هذا الجانب، وكذلك وزاره الموارد المائيه. فموضوع التحول الى الزراعه الحديثه وزراعه الري بالتقنين والمرشات هي حاليا يعني قيد العمل وليست خطه، يعني بدا نعم. العمل بها. نعم. اكو صار عندكم انتم بالمنال احنا وضعنا الشمور. خطه، وحتى عندنا مبالغ الاسمده تحولت على تزرع حنطه. نعم. لا جيد. قد كم دونم؟ انا عندي مساحه واحد 300 دونم. 300 دونم تزرعها شلون؟ السق العفو. نعم انا الموسم يعني الجاي شو راح تزرعها؟ لحد الان لا نزال نستخدم الزراعه التقليديه اللي هي زراعه الري السيحي. نعم. لحد الان ولحد الان يعني لم نستلم. نعم انا يعني قمت بكل الاجراءات اللي ممتاز. بخصوص الحصول على المرشات ولو نصف المساحه انطونا، ولكن لحد الان لم نستلم لحد الان. نعم. وبس نحن نتابع انه الاجراءات تمشي على قدم وساق بالتنسيق بين كل الدوائر المعنيه في هذا الامر. شو كنت لازم تبدون بالموسم؟ الموسم بدأ بديتو؟ أنا كل شيء محضرين، يعني أكو ناس خلوا بذور هاي لو بعد. لا بعد لسه هو يعني بعد. 1/10 حقيقة الزرع الهرفي والشعير يبدي 1/10. نعم. تهيئة الأرض. هي أنا من شهر 9 أصلا. ربي يوفق. الله يعزك. ننتقل للأستاذ محمد الخزاعي. أستاذ محمد، الفكرة الآن المطروحة إذا تحولت كل الزراعات وكل القطاعات الزراعية، الحنطة، الشعير، الخضروات وغيرها من هذه الأمور، حتى تربية الأسماك مثلا، إلى اليوم الأمور الحديثة الخاصة باستخدام المياه مثل التنقيط، إذا كانت تربية الأسماك النمو بهاي الأمور الجديدة، النظام المغلق وغيرها، راح تبقى عندنا وفرة مائية نقدر نوجهها إلى الشلب؟ يعني ترجع أمجاد الشلب مثل السابق؟ ناحية التحول نحو تقنيات الري الحديثة. نعم. فيما يتعلق يعني بتوفير المياه، هي توفر أكثر من 35%. ممتاز. هي نسبة كبيرة، لكن أن نتحممها على كل المساحات في العراق في وقت قصير هذا صعب جدا. صح. وزارة الزراعة مثل ما تطرق الأخ الضيف العزيز،
مشت بهذا الاتجاه. نعم. وكان عندها خطوات عملية من خلال التعاقد مع شركة باور النمساوية بحدود أكثر من 5500 مرشة، أيضا عقد مع وزارة الصناعة كخطوة مرحلة أولى بما يقارب 500 مرشة أقل بقليل، أيضا مشروع تفاهم واتفاقية مع شركة الخريف السعودية. هنالك تحرك على عدة شركات أيضا معروفة بالرصانة. ما نحتاجه خلال المرحلة الحالية هو 11,000 مرشة، لكن على المدى البعيد نحتاج أقل بقليل من 40,000 مرشة. ما يتعلق بالمساحات الصغيرة مثل ما يعرف الأخ الضيف، هي مشكلة كبيرة حينما تستخدم المرشات المحورية، لأن المرشات المحورية تحتاج إلى مساحات واسعة ومكشوفة. المساحات الصغيرة فضلا عن كونها مساحات صغيرة، أيضا الفلاحين والمزارعين في هذه المناطق يرون أن المرشة تشكل عامل ضغط مادي عليهم. حتى هذا الأمر يعني من طلاقا من أهداف وزارة الزراعة بتعميم هذه التجربة اللي تأخرنا بها عن باقي دول العالم بكثير، قدمت قروض. هذه القروض تسدد على مدى 10 سنوات مع وجود سنة سماح لكل فلاح ومزارع، وهذه القروض طبعا الصوت قطع كل 30 نعم نعم بين 30 و40% حسب منشأ المرشة. صوت واضح؟ الوقت الآن انتهى والصوت يقطع بعض الشيء. كل التحية والشكر لك استاذ محمد الخزاعي مدير. يعني ما اود استاذ ظفر، ما اود قوله واختم به، ان وزارة الزراعة والحكومة الحالية، يعني وزارة الزراعة والحكومة الحالية جعلت من القطاع الزراعي أولوية إلها، وجعلت من تطوير هذا الواقع هدف كبير تسعى إلى تحقيقه. ما تحقق خلال هذه المدة من عمر الحكومة وعمر الوزارة أعده كثير وكثير جدا إذا ما قرن بالمواسم والأعوام الماضية، والأخوة المزارعين والفلاحين يعرفون ذلك جيدا. هنالك اهتمام غير مسبوق بحاجات الفلاح، حتى وإن كانت الحاجات الصغيرة، تقديم الدعم، تنوع الدعم، التحول نحو طرق الري الحديثة، تعويضات الفلاحين والمزارعين، إعداد الخطط الزراعية بهذه الكيفية، كل هذا يحسب إلى الوزارة ممثلة بالسيد الوزير الدكتور عباس جبر المالكي ودولة رئيس الوزراء الداعم الأول. شكرا لعملكم الشعب السوداني للحكومة وللوزارة والوزارات الساندة، وبالتالي أعده نقلة نوعية في الجهد الحكومي الذي يقدم اليوم إلى القطاع الزراعي في العراق. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الخزاعي على هذه التوضيحات المهمة، وشكرا جزيلا للشيخ حاتم الدفاع عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية عن قضاء المدان. شكرا جزيلا. مخرجنا أحمد سلام يصير ناخذ فيديو أخير أختم وطلعوه، فيديو بسيط يلا بعد أحمد سلام وقفل. أحبة المشاهدين، لا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى، إلى اللقاء.